مخاوف انتقال الإشعاعات النووية إلى أمريكا وأوروبا بعد خطر حادث محطة فوكوشيما النووية في اليابان جعلت الجميع يهرع إلى صيدليات لاقتناء جرعات وحبوب مادة اليود والبوتاسيوم التي يتم تناولها للوقاية من السرطان بالنسبة للمقيمين على مقربة من المحطة النووية اليابانية. نحن نوصي بشدة المرضى بتناول الأدوية قبل الأوان. تناول جرعات قوية من اليود يجب أن لا يتم إلا تحت الإشراف وعن طريق وصفة طبية أو بأمر من السلطات، يقول هذا الصيدلي. معظم الدول الآسيوية سارعت إلى طمأنة شعوبها التي تملكها الخوف بسبب خبر كاذب بعد الحادث النووي في اليابان الذي يبدو أن تأثيرته النفسية تخطت الخطر الإشعاعي الحقيقي.